الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين نكبل بين آيات أفرتن يلا باتني أفر وسورة الحج قال الله تعالى إلهي باوحلوا وهدوا إلى القول وهدوا وحلوا هنونيي إلى طيب من القول كي وناكسناي هذا الكاها وهدوا إلى صراط الحميد وحلقوا هنوني يدد كاتشن هذا قالي تشتكي لما هديي إن الذين كفروا كوي قالوا بي ويسدون عن سبيل الله تشتك حق أنا إلى ددك كهر شوكسناي والمسجد الحرام مسجد كحرمضة لنا ددك كهر شوكسناي الذي مسجد كاسو جعلناه للناس ددك نغلقني سواء مدى يسميهين العاكف فيه قفك كن نقية جوغة والباد يكسعون بادية كين ومن يريد فيه بإلحاد قفك حرم كالله دون الله حشاء بظلم قردره درادت نذيق وحان ودردنسين دون من عذاب أليم عذاب كلل وإذ وقت حسن نبي محمد بوأنا لإبراهيم نبي إبراهيم وحان ودتشيني مكان البيت الكائمك كعبض وايتهاي الله تشرك بي شيئا باي الهو اني وعدك لها الى عابد وظهر بيتي للطائفين كرغيغن كعبدانا ونظيف كو الضوافيا والقائمين كو تاغا والركع كو الركوعسن السجود سنه تكري واذن في الناس بالحج نبي ابراهيم وحجك تدك اوغيا ياتوك تدك وي كو يمن دونا رجالا يغو لغينيا وعلى كل ضامر يَيَغَوْ فُوشًا قَادِيدْ كَسْتُوَ بُقْلَالًا يَتِينَ قَادِيدْ كَسْتُوَ كَيْمَنْ دُوَنًا مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ جِهَا كَسْتُوَ فُقْ لِيَشْهَدُوا سِي أَيْدَتْكُ قُوبْتَوَقُ النُّقْضَانِ قُوبْتَوَقُ النُّقْضَانَ أَيُوْ حَادِرَانْ مَنَافِعَ لَهُمْ لَيَفَأَ إِلَيْهِينَ يَفَائِدُوِينَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ مَقَعَ إِلَهَيْنَ أَيُوْ قَوْرَعَانْ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ مَا الْمَلَّ يَقَانُوا مَا الْمَهَا تَبَنْكَ بِشَعْرَفَوْهُ الرَّيَا على ما رزقهم وحي لهي كوارساقي سي مقع إلهي قورعان وحي لهي كوارساقو من بهيمة الأنعام نعمو ليذا ما يردضا فكلوا منها حولها وحكعنا مركة قورعان هديقة وادعموا البائس وحا وحكسي سنقفك باهن الفقير افراها مرن آيادو وحي حرير لسي الله ذا آيادها هراء إلهي وسوسي فيدتك جندا قليا يا برارة هي برواقة إليهين عيابها يكون متستين وحكم ذها هذا الطيبة أيا لجوها نوني يد إلهي وكوها نوني وهذا الكطيب كاهنا وحوية وحيابها جندا لجو قلا وقولوا للناس حسنا إلهي بروح لدتك هذا وناكسن أرها ولماذا قيب كم ذه هذا الكو وناكسن waxay ku fasiraan quraanka qaar ka mid ah tawxiidka qaarba wax laakiin sida fiican waxa weeyeen la caamiyeelo hadal kasto oo khayra oo ilaahay uu ka abaal marinayo adoonka ayuu hadalkaasi noqonaya waxa ilaahay uu ku hanuuniyay jidkii la mahadiyay alhamid wa fa'il bimaana maf'ul at-tariq as-sirat al-mahmud wadada la mahadiyay oo ataa loo marayo jannada oo islaanimadii oo dadka qaar kood marka ay dariiq maraan way eedaan oo araxday kaga jawaaro waxa weeye dariiqa naarta loo maro adduunyaduna dee waa dariiq toosan oo ka islaamka inta la marayo iyo dariiqyo kale oo ka baydhbaydha wa anna hadha siraati mustaqiman fala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili jidkaygu waa kaas oo uu toosan yahay buu laayay ilaahay raali noqoshii salaam maro jannadii salaam maro marka wadooyin baa ka baydhbaydho oo iblis ku taagan yahay raacina si aydan u halaagsamin dadka hadaba halaagsamee wadooyinka la eeday raacay waa kuwa ficiladan sameeyay ilaahay bay ka gaaloobeen islaanimadiina dadkii ka hor joogsadeen baytullaahi alxaraamkiina dadkii bay ka hor joogsadeen waxaanay sameeyeen ilxaad waman yurid fiihi biilxaadin marka ilxaadku waa la xashada alxad ayulxidu luxudka bahalkan iilkan layna dhigo luxud waxa loogu magacaabo laxd
waa dhinac buu xabaasha uga leexsan yahay. Marka qofkani wuu leexday, wuxuu la leexdayna dulmi iyo gardarro uu sameeyey, daraaddeed abaalkiisu waa cadaab buu lahay. Marka ina aladiina, dee ismiina waad aragtaa khabarkiisu, qolyaha qaarkood waxay leeyihin wayasuduuna wey awowgaa zaa'ida ama siliya tawkiida. Marka ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay, wayasuduuna bimacnaa yasuduuna, jawaabtiiba khabarkiiba halkaas. Gaalba aragtayaaba wuxuu u taagan yahay in ilaahay iyo diintiisa laga hor yimaado. Qayb ka midna waxay leeyihiin walbaadi gadaasheedaa lasoo qadaraya khabarka. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام هو انت بدتك أوديدي قد خسروا وهلكوا ويقول دريسن دونان وانا هلاك سمي دونان سواء وحا لغو نسبيه ومفعول كي لواد جعل حرم كان اي دتك كهر جوكسن ايان ما باهم دتك لغهر جوكسن كروا وحان كردق ايبا الهول جعلناه للناس سواء mid dadku ay u siman yihiin ayaan ka dhigay oo ka deegaanka ah al-aakif waa kii deegaanka, baadiguna waa kii ka yimid dabadaha ama baadiyaha ka yimaada ama caalam kale ha ka yimaada, waa isku mid qofka deggan xaramka iyo ka aafaaqiga jihooyinka ka yimid. Qabyaaladna ma laha, lamana kala sheegan karo, waa bayday ku casuuman yihiin caalamka muslimiinta oo dhan, muslimi caalamul islaami oo dhan ayaa u siman, xataa taladiisay wada leeyihiin. Waa kuwa casrigan aynu joogno, markii xajka la joojiyey culimo badani ku doodayay qaraarkiisa dadka degani keligood ma leh, dowladda ka talisaa qaraarkiisa dalkooda ha yeeshaan, laakiin xarabeynka waa ilaahay baa wuxuu yihi sawaa'an ilcaakifu fiihi walbaad, dadka muqiimiinta ku ah ama muwaadiniinta degan iyo kuwa caalamka ka imanaya oo dhan waa meel la wada leeyahay. Marka waa in wax la iska weydiiyo, la yidhaa maxaynu yaallaa والله وذا قيمة يا قراءة انتو ذا بضاني سواء باي أخرية إن مركا للرفعية مركا بحو نقونا يا جعلناه للناس ضد كيبان ويا النبي لهاي سواء العاكف فيه والباد مركا بحو نقونا كرا خبر مقدمة العاكف فيه والباد قف كالنقي إياك الدبادة كي بيبا سواء ويوسمين quraysh baa hor joogsaday oo waxay yidhaahdeen meeshan annaga xukaynka ahoo cid kale ma soo mari karto. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa xaramka ha u diidina, qolyihi gacanta ku hayuu la hadlayao saacad kastoo lagu dawaafaya ama lagu tukanaya ama lagu cibaadaysanayo. Kolkii ilaahay xaramka uu ka hadlay iyo xumaanta ay leeyihiin dadkii hor joogsaday ayaa waxa uu gudbay inuu camalka lagu qabanayo ugu qiimaha badan halkan ilaahay uu xusoo in loo soo qastiyo loo xajo. Marka aayaddu waa aayaadkii ka waramaya bilow u tahay xajka, ilaahay baa wuxuu yidhi waid bawa'na li ibraahima makaana albayt bawa'a waa dejiyey. Marka waan dejiyey baa ilaahay wuxuu halkaa beytku yahay, kacbadu halkaa ay tahay iyadoo aan ahayn oo waqtigaa dhisnayn, ayaa nabi ibraahim ilaahay uu faray halkaa inuu qoyskiisa dejiyo, xaaskiisii haajara iyo inankiisii ismaaciil. Qisadii dheerayda saxiixul bukhaari ku sugnay halkaa nabigu ku cadcadeynaya calayhi salaatu wasalaam, markuu halkaa ilaahay dejiyey nabi ibraahim, waxa u horreeyuu faray waxa uu ahaa iska ilaali shirkiga, waxa la yidhi aniga hay shirig yeeli. Adi waxaad isweydiisaa aabihii ambiyada ee calanka tawxiidka loo u siday ummadda horkacay, haddii shirkigii loo diido la yidhi iska ilaali, oo adigana lagu yidhaahdo mushriga noqon ina shirkiyaadka iska ilaali, dee ha la yaabin anigoo tawxiid ku dhashay see la yidhaahda ha odhan. Nadiifintan ilaahay uu faray beytka in uu nadiifiyo dadka dawaafaya, kuwa taagan, kuwa rukuucsan, kuwa sujuusan, waa nadaafadda tawxiidka iyo dahaarada iimaanka iyo islaamnimadu ay leeyihin. Ilaa kufrigu waa qurun iyo wasakh, caqiida xumo wax ka wasakh badani ma jiro. Baadinka iyo quluubto ka wasakhooba dadka way ka daran tahay jirka. Marka nadiifintan xaramka la nadiifinayo ee muuqata waa sax,
laakiin tan imika sida tooska ugu dhacaysa waxa weeyaan tawxiid in lagu nadiifiyo shirkiga laga ilaaliyo. Tawaafka iyo salaadu waxa u badan had iyo jeer lala yimaado weeye xaramka, marka la yimaadana halka masaajidada kale taxiyatul masjid lagu salaamo, isaga sidan ilaahay baa u horreysiyay tawaafka lagu salaamaa. Oo halka istaagi mayso markaad timaado xaramka tukan mayso taxiyatul masjid, tawaaf baad ku bilaabaysa saa ilaahay u horreysiyay. Salaadii unbay u taagan yihiin alqaayimiina warukaci sujuud, qiyaamka, rukuucda, sujuudda saddexdaba. Dee sarajooguna waa salaadii, rukuucduna waa salaadii, sujuudduna waa salaadii. Ilaahay markaa muu odhanin almusalliin, dadka tukanaya un muu odhanin uu kala qaab qaaday. Arkaantii salaada waxay sheegaysaa inay yihiin meelahani meelaha ugu muhiimsan salaada ee ugu mudan. Oo markaad xaramka joogto, culimmada waxay isweydiiyaan ma salaad badan baa fadli badan mise dawaaf badan? Ilaa labadaas ilaahay halkan ku sheegaya. Qola waxay tihid hadduu kuu soo roobaya dawaafka badan baa fadli badan, qolana salaadii baa boqol boqol kuna. Salaada ma waxa fadli badan sarajooga mise sujuudda? Waa laba qowla culimmadu ay leeyihiin iyagoo daliishanaya nusuusta. Meelay ugu qiimaha badnaa buu ilaahay subxaanahu watacaala si gaar ay noogu tilmaamay aynu ku dadaalayno. Sarajoogaagu inuu dheeraado, sujuuddaadu dheeraato, rukuucdaadu dheeraato. Reer Banu Israa'iilna ilaahay yidhi warkacuu, wuxuu ku yidhi warkacuu maca raakiciin. Rukuucdu iyo sujuuddu waxay ka turjumayaan inaad ilaahay ogoshahay inaad addoon u noqoto. Waxa ilaahay uu halkan ku xusay nabi Ibraahim inuu farahadaba dadka inuu xajka ugu yeedho. Oo nabi Ibraahim ayaa ilaahay uu halka hore yidhi waan dejiyey, waadin fi nnaasi bilxaj, kalala hadlaya markaa amarkaasi ku dhacayaana waa isagii un. Saasay culimmada tafsiirku u badan yihiin. Qayb ka mid aba waxay leeyihin nebi Maxamed baa ilaahay ula hadlaya sala allahu calayhi wasalam, waadin yaa Muxamed fi nnaasi bilxaj, dadka ugu yaadh xajka. Tafsiirkaasina wuu jiraa, inkasta oo haddii xataa ka hore lagu fasiro laftigeed oo la yidhaha nebi Ibraahim baa amarkani ku dhacay oo la yidhi ummadda ugu yaadh xajka, dee nebi Maxamedna calayhi salaatu wasalaam uu ku daba taagay oo isaguna dadka waa ugu yaadhay. Tafsiirka horey laakiin u badanyahay inuu nebi Ibraahim yahay. Nebi Ibraahim kolkii uu kacbada dhisay isagiyo inankiisii Ismaaciil, amarkanina uu ku dhacay wuxuu yidhi dee codkay waxagu gaadhi. Ilaahay baa yidhi adigu dhawaaq, anaa gaadhsiine. Dad iyo hoo ilaahay guri buu dhisay oo halkan uu idinka doonayaa kaalaya buu ku soo xajay. Baaqiisibaa ilaahay u wada gaadhsiiyey dadka kii ifka jooga iyo ka uurka iyo ka tagooga ku jira intaba. Marka baaqa nebi Ibraahim uu gaadhay, ciddii soo xajaysa ilaahay u qadaray oo labayka buu ku jawaabay qofkaasi oo saas uu ku yimi. Shirkiga iyo iska ilaali waxyaabaha horey way soo horreysay. Dadku marka haddaba waxay imanayaan buu ilaahay yidhi iyagoo rijaalan lugaynaya. Intii u dhowdhowey lug bay ku imanaysa, qaarkoodna waxay ku imanayaan iyagoo daamir fuushan. Daamirku waa gaadiidka aan dibirsanayn laakiin bog laalan, masaafada uu soo socday oo dheeray daraaddeed. Sidaa ilaahay buu yidhi ya'tiina dadkii maaha. Nuuntan dhadigga muujinaysa waa gaadiidkii, daamir dawaamir, gaadiidkaasaa imanaya la fuushan yahay jiha kastoo ka imanaya. De keligiis kama imanaya, dabcan dad baa fuushan laakiin damiirku gaadiidku muu noqonaya? Yaatiina dadkii baa imanaya ha odhan. Marka tafsiir ahaan la eego dadkii way iska tegaysaa laakiin gaadiidkaa imanaya oo dadku fuushan yahay, waxaana ka imanayaan jiha kasta. Fajigu waxaa la yidhaha markiisa hore dariiqa waasica, laakiin hadda waa jiha kastoo camiiqo fog. Dee dadku markay isku yimaadaan qaaradaha caalamka oo dhan bay ka yimaadaan, qoloba meel bay ka imanaysaa. Bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi waa meel ilaahay uu quluubta ku soo xidhay. Fajcal af'idatan min annaasi tahwi ilayhim. Taasina markaa wuxuuna tilmaamaysaa dadka ilaahay uu halkan uga yeedhay inay u sahlanaan doonto. Markay halkan imanayaan dheefay ku leeyihiin manaafic. Manaaficdaasi waa dunyaawiyatun wa ukhrawiyya wa kilaahuma, dheef adduunyo iyo mid aakhiro labadaba. Oo manaafic adduunyo way ka helayaan, oo ganacsi iyo wax soo saar iyo ribix bay ka helayaan marka shaqaystaan, oo shaqadii waa loo ogol yahay.
waxay ka helayaan manaafic ukhrawiya iyo diiniya oo aada u fara badan ayay ka heli doonaan. Uu ka mid yahay inuu Ilaahay dembiga ka dhaafo, jannadiisana ku casuumo oo uu raalli ka noqdo. Way isku baranayaan, cadowga ayay ka nixinayaan wax fara badan. Dheefaha Ilaahay walkaa ku siinaya way badantay. Ilaahay wuxuu Ilaahay kuu jideeyaaba nafci buu leeyahay. Ilaahay magiciisana waxay ku xusayaan fii ayaamin macluumaat, maalmo la yaqaano 10 bisha ah ilaa maalinkii 10aad baa la bilaabayay gowracii, oo 10 ku tirsan waa alayaamul macluumaat waa ayaam alcashr min dilxija. Bisha carafa la yidhaaha 10 maalmood ee u horreeya magaca loo yaqaana, carabtu way iska taqaanay. magaca ilaahay waxaa lagu xusayaa calaa maa rasaqahum min bahiimati lancaami, nicmoolayda mayeedhada ah ilaahay uu ku arsaaqay si loo gowraco. bismillaah, wax ka cuna qofka baa'iska baahan ee faqiirkaana siiya. baa'isku waa saaxibulbu'us, buruuf ba hays, faqiirna waa isagii, waa lagu sifeeyey. baa'iska unbaa sifo u leeyah. marka amarkanina waa sunni, fakuluu minha nadbi baa la amru nadbi, inaad wax ka cuntaa waa sunne, dadkiina qaybaad siiso. markaynu dib u eegno tawjihaadka, waxaynu arkaynaa sidaa ilaahay uu wahuduu ila tayyibi min alqawl, dariiqu daar atayiba, daarta wanaagsan ee jannada ah dariiqa loo maraa waa hadalka wanaagsan. sidaasuu nebiguna ahaa sallallahu calayhi wasalam, nebi maxamed xataa gaalka uu xumeeyey laftiisa hadal xun kuma odhan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam. hadalka wanaagsan waa waxyaabaha quluubta dadka lagu qabto ee lagu soo jiito. liman adcama aطacaam wa aطaaba alkalaam, jannada waxaa le qofka ummaddana wax siiya hadal wanaagsanna ku yidhaahda. marbaaba laga yaababa hooda inuu ka fiican yahay hadalka wanaagsan. qawlun macruufun wa maqfiratun khayru min sadaqatin yatbacuha ada, ilaahay baa wuxuu yihi inaad dadka iska dhaafto oo aanad waxba dhibin, hadal wanaagsanna aad ku tidhaahdaaba ka fiican inaad wax siisood hiiftood huruuf u raaciso. ilaahay fadligiisun baa lagu helaa jannada ah. markan ilaahay wahudu labada jeer uu soo celinayo iyagaa ku hanuuno arrinkan sameeyey ilaahay mu odhan, ee macnaheedu waxa weeye jannada fadli ilaahay baa lagu helaa. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قالوا جنو مركي فرح سينا جنادا قالان إلهي بأم هدغ إلهي تنقو سوهاقي جنادا ما بان نان هيلي كرنين هدان إلهي نوهاقي. نبي قناة صلى الله عليه وسلم وحي نوشاقي قفنا إنا نعمل كيسو جنادا قلين إنين وأذيق نبيد هذي أذيق اللفتا هذا عمل كاكو جنادا كما قلين إيام إياه هاو إنو إلهي نحريس تيسو ندحك ليام ويان. janno ma mutaysan in qofka 4 arrimood isku daray kafaru wayasuduuna can sabiilillaahi walmasjid alxaraam waman yurid fiihi biilxaad, intaasuu isku daray gaalnimo, diintiiuu dadka u diiday, masaajidkii u diiday, iyo gardarro uu dadka ku wado. waxa aynu afraad aynu ka faa'idaysanaynaa halkan, dembiga qofku marka uu sameeyaaba loo qoraa. meelaha qaarkood ayaa markuu ku hamiyo dembiga loo qoraa isagoo sabayninba khatarta ay leedahay daraaddeed. meel ka midi waa halkan, waman yurid fiihi biilxaadi baal, qofka la doono un xaramka xumaan hadda mabuu samayninba, xumaantaasaa loo qoraya. mar hadduu muqadasaadka xumaan usoo go'aansado ula soo dhaqaaqo yaanu samayninba. waxaa lamid ah oo iyaduna waxyaabaha lama taabtaanka ka mid a dhiigga qofka muslimka ee berida ah. nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, idaa iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatil walmaqtuulu fi nnaar, labada qof ee isdilaya marka ay labadooduba naartay galayaan, kii wax dilay iyo kii la dilay. markii la su'aalayna ka la dilay ka wax dilay la garayo kan la dilay muxuu isna naarta ku galay, dilka laftiisuu doonayay buu waa lagala horreeyay. waxaa la mid ah iyaduna gaalnimadii, haddaad gaalnimo go'aansato khalaas. marka arrimahaasi waxaa sidaa gaarka lagu magacaabay shanaacadda iyo foolxumada ay leeyihiin daraaddeed. qadim lilxaqi maa tastatiicu min alcawni almuttasil,
waxaad isku daydaa intaad ifka joogto inaad raad wanaagsan ka tagto. Nebi Maxamed, Nebi Ibraahim calayhi salaam, Ilaahay wuxuu halkan ina baraya raadkii wanaagsanaa uu ka tagay. Maxaa ka mid ah dhismaha Kacbada, waxaa ka mid ah inuu dadka u horseeday xajka inuu guto, isla markaana uguba baaqay. Marka qofku haddii uu ka tago war wanaagsan iyo camal wanaagsan, dee adduunka raad fiicana uu ka tegay weeye uu mahadin doono. Qaradka iyo ujeedada had iyo jeer cibaadooyinku waa xus Ilaahay, inaanu Ilaahay qalbigaaga ka bixin weeye. Sidaa daraaddeed ayaa waxaynu arkaynaa mar walba waxa soo noqnoqonaya ereyga dhikriga, halkaa Ilaahay waxa uu subxaana wayadkuru isma Allah. xagga dambena wuxuu odhan doonaa walikulli ummatin jacalnaa mansakan liyadkuru isma Allah. mar saddexaadna wuxuu odhan doonaa alladiina idaa dukira Allah wajilat quluubuhum. marka cibaadooyinkoo dhan waa inay Ilaahay ku xusuusiyaan. cibaadadu hadday Ilaahay ku xusuusin weydo ood iska qaafiltay adigoo cibaadaysanaya, maad dhamid bay ka dhiganta. Allah inagu anfaco. wallahu aclam. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، وآيات لباتن يستقال وسورة الحج. قال الله تعالى إلهي باوحر ثم إنتا كدب ليقضوا هقو تنتفثهم حج كودة وليوفوا نذورهم نذر كودة نهر لما يسترين وليطوفوا بالبيت العتيق وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا وافين قرقا قديم كأه كعبضة ذلك سدا سالة إذن فرأي الأمر ذلك واركوا كالة إذن شاقي. ومن يعظم حرمات الله قفك وينية مقدسات كي وحيابها إلها وحرمية فهو خير له عند ربي تاساء خير بدن إلها يكتيس. وأحلت لكم الأنعام نعم وليدي با ليدين حلالي حوله إلا كفى إذي ستان وكو عبادي ستان إلا ما يطلع عليك كلا إذن كد الأخرية يا حاران تيني مديس وقرآن كو إذن شاقي مويان. فاجتنبوا الرجس وحي وسخ لا إسكا إلا لي ومن الله ثاني السنة مياشا واجتنبوا قول الزور هذا الكدن بيغانا كالدرك. حنفاء لله إذن كو أو إلهي ولا حنية غير مشركين به آن إلهي عدك للعابدين. ومن يشرك بالله عد إلهي عدك للا عابد فكأنما خر من السماء وحكر لقيا يسقو عركة كصور عيو وكله فتخطفه الطير كدب نشم بروها يكلا نفصدين أو تهوي به الريح أمد بيش أي ولا عررتي أي كتورتي في مكان سحيق ميل دروك سنو آدفو. ذلك الأمر ذلك أو ذلك واجب عليكم قال يدين صور شيء الله يدين فرا واجبه. ومن يعظم شعائر الله قفك وينية على موينك ووين دينتا إلهي الله فإنها من تقوى القلوب تاسوا عبسي إلهي وقلبك سقفك تعالى لكم فيها منافع حولها ليفبا كل ذي وكفى إذي سنكرتان إلى أجل مسمى إلى وقت مقعابنا إنت لقل إياه. ثم محلها إنت كفى إذي ستين كدب محلها ماشا لقو قورا عيه حلال كل نقونيسا إلى البيت العتيق وقري قديم كها إهري مركز قاعدة. ثم وحي وتاغن تهي مركي حجكي ضدك أي سكوة تبيان عمل الذي أي كود حجرين أي سور دميين كدب أما المهي دمادين أما لنك الطبناد لما ريو ليقضوا تفثهم. ثم ليقضوا تفثهم تفث كهجوتين حلكي صارنا ليقضوا وحوي هجوتين وي تفض كنا ووسخ الله إلى بركي سورة. الكادي يتشار قفكم مالين تها تبناد مركا أو لما يو عمل هذا حاجك إنتو هذا بضان أو قرأ حلالة وقهورة تميهنا ويسك حيرا عديه ويسك قراء ويسك قينا ويسك ميرا نركينا ويسك بدلا وحيابا سورة لما يوحي الشيقة يعني إن وحصارنا أو كل كورا كررنا بويسك الرياضية تفضكم مركا وحي وتاقين يهضة إنه يقتان عمل لذو ذي يحج كودي إلا حج كي باري ما هذا سكر الشعين حيل كودي هقتين نذر نها دي أي قلين نذر كودا نها أوفيا ودد كقار كود بحج كود كوات شبي نذر هان وهدي قف حج كي واسكوات شبيه ونذر كو قلوات شبون نغضا.
وليطوفوا بالبيت العتيق أمر كاس الدحادنا وحويك بيت كعتيق هذا طوافين طوافك صدح قيبات ونقضاء طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع طوافك أهر ريك أودا بيك نحي مركا كنواكي نحي فرالكا إلا يقاني طواف الزيارة طواف الركن طواف الإفاضة مقعيلا سولا مولين بيت كان هذا طوافين وأمر كاسائل هاي وكبحي مركا عرناها سيس كدري دولا عمل كاللوية علي مركا أي قدنية البيت العتيق عتيق وحل الله مقعبه قديم إن أول بيت وضع للناس للذي ببك كوريجي وجوه الرجال ولا هيدا الله دراد دي عالم كلها جتاعه وكامك كويالة أما عتيق ومعتوق من استيلاء الأعداء عدا وينو قبصرة إلى هيدا كبت بادي وده كوي كسوتش هاي استيح وشدة هل كي إلى هاي ومريه واتقرن يدت كي حمال لما عقبا ذلك استاين هروس شيء أما هو خبر مبتدي سحثفيا أما هو مبتدا خبر كيس جواني هاي وحوي ورنوي وركالق وقاطع وإلهي كج بدون توحى ليدين شيء قفك ويني حرماتك إلهي خير بيوت إلهي كتيس حرمات وحيابها حرمات عليه إلهي لو واحد قد بوا حارنتني ماي إيه مقدسات كان يكمل ذهين إيه هدي كان يكمل ذيها marka cibaadooyinka iyo wixii qofku uu ku dhaxwado oo dhana ilaahay uu faray in la ilaaliyo khayrba oo la weyneeyo oo aan lagu xad gudbin waxa la idin halaaleeyay nicmooleyda al an'am geela ariga lo'da nasku wuxuu muujinayaa waxyaabaha laga dhigi karo odhiyada ama hadiga ama caqiiqada wal qash waxa weeyaan nicmooleyda abadaad meelahan inooga soo qabato xabad garanuuga ka socon mayso dad halkan ka soo qabato uga dha oo tiraahdo waan qalayaa hadii baan ka dhigayaa ma al an'am bu quraanka soo celcelinaya taasani ku nicmeeyay taas baa mutacayno laga marmaara wa la idin xalaaleeyay ilaahay ugu dhawaada hadii ka dhiga cuna dheefsada iibsada illa ma yutla alaykum kaasu ka soo hadhay waxa quraanka la idin ku sheegaya dhaxdiisa oo دوا وحي بختيه يا وحي أن عيد وحكة للوجا ورعية وحي أبي حرام تا القرآن كأدوا جو الرميوي سلام كأي إلى هاي ورجس كت المامي فجتاني بورجس من الأوثان قال لماذا يا وحي لو أذك سدابا ووسخ وإن جاه روسو حسين تشركو كا وسخوبا وحكة درا قلبي وسخوبي قلبي وسخوبي بل صابون تلاقون ما يري أدوا صاهل أنا هاي دين يا إيمان marka sidaasaa gaalnimada iyo wixeedo dhana qulun islay marka wathanku waa sanamki sanamka nijaasta ka durka hadalka xunna ka durka ba ilaahay qawlu zuur wa hadalka dambiga sagana ka durka wa tara shamsa idha talaa tazawaru an kahfihi tazawaru bimaana leexashada ayaa la yiraahda zuurka leexdhinac qofkii uu leexdo tabcan marka uu qofku dambaabayo deejidkii toosnaa buu ka leexday idan marka saahibu zuur yamiilu ila albaatil baatil kullu qahna wa halka luqada eray ku dabaleey idinkoo ilaahay u soo leexanayo iyo diintiisa iyo xaqiisa oo aan gaalnimo sameeyney labadaas wiil hay isku xiraya hunafa lillahi ghayra mushrikeena bi ilaahay naciiba gaalnimada waxa la yiraahdo iyo gaalkaba tawxiidka iyo iimaanka iyo muuminkana jecel ah yaan lagugu arkin iimaan la'aan iyo ehelkeeda adiga oo ka agdhow ama raacaya ama u jiibinaya ama fudaydsanaya iimaanka uu dhadhamiyo macaankiisa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka gaalnimada u nacaya sida dabka u nacayo kale an yakraha an yacuuda ila alkufri kamaa yakrahu an yuqdafa fi annaar mar haddaad necebtahay dabka in lagugu rido intoo lagu soo qabto sidaasoo kale gaalnimada u nac markaasaad iimaanku uu kugu degu ku biya dhigay iimaan la'aanta qofka ehelka u ah bal hadda muuqaalku ilaahay kaa siiyay macnaheedu waxa weeye uu halaagsamo si aad u xun buu waliba uu halaagsamay qofka ilaahay u shariig yeelada lagu yiri wuxuu ka dhigan yahay qof cirka laga soo tuuray bal adigu qof diyaarad la saaray oo laga soo tuuray sida uu orodku ku soo socday iyo xawliga qiyaas weliba isagoo soo socda laba waa mid un
inay shimbiro iyo gorgorro iyo wax meesha hawada dhexe jooga kala dhufsadaanba oona caalamkan dhulkaba soo gaarin oo la waayo hebelkii halkaa uu ku baaboo iyo inay dabayshu ku tuurto fii makaanin saxiiq fii makaanin baciid beel aad u fog oo xabaalmadoon baa laydhaa soomaada ray qaaba qowsayna aad u weyno boqolaal mitir kor u jeexano waxa ka dhaca waxaa la yidhaha halkaas waa xabaalmadoon ciiba ugu tegi maysaba gaariga ka dhacay iyo qofka ka dhacay iyo xabaalmadoon buu ku dhacay marka macnaheedu waxa weeye qofka iimaan la-aan ku sugan arrinkiisa halkaasu baray halaaga iyo kula fududaan weeye iimaan la-aantu iyo gaalnimadu iyay kula fududaan iyo shirkiga waxa la yidhaahdo ilaahay xaqiisa sii cid kalena ha la wadaajin waa in ilaahay keligii la caabudo waa buu ku celiyay daalika kaasaa idinku waajiba waajibun calaykum أو أمركم بذلك كسؤال هذه الفرع ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قفك وين شعائر إلهي فإنها شعائر وعلى حث مضاف بالله سيشو قبان كرا فإن تعظيمها وينين تلو وين شعائر إلهي ومن تقوى القلوب الله كعبسك قلبك أيو كم تايتاس هذا درك تقف وين شعائر إلهي waxa ay arintaasi sheegaysaa in qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro wamaa hiya shacaair shacaairtu maxay noqonaysaa shacaairtu shacaairada markeeda hore waxaa la yeeshay gacaanka muuqda tanna waa sidii un waxyaabaha waaweyn ee calaamooyinka diinta waa diinta u ah iyo muqadasaadka iyo lamataabtaanka iyo shayga agteenna aynu u noolahay aynu u dhimanayna diinta iyo cibaadooyinka iyo muqadasaadka kuwaa weeye haddii ay tahay xaramka iyo haddii ay tahay qur-aanka kariimka ah iyo haddii ay tahay diinta islaamka waa shacaairti lakum fiiha manaaficu ilaa ajalin musammaa thumma maxilluha ila albayt alcatiiq waxaa ka mid a shacaairta la weynaynayo ee lagu xadgudbaynin ee la dhacaynin ee la boobaynin xoolaha lagu wado xaramka si loo qabo carabtuna berigii hore waabay ilaalin jireenoo way dhowri jireen oo iyaga laftigoodu kumay xadgudbi jirin markay arkaan shaciiradaa oo shicaar bay u samayn jireenoo waa berigii jaahiliyadii deele way xaji jireenoo way cumraysan jireene way ka qalloocatay unoo xagga sanamkii iyo meelahaasay ula kici jireen oo halkaasay diin la-aantii la martay kuruskay ka sii dayn jireen dhiig sidii aynu ku soo maraynay suuratulmaa'ida qaybteeda hore ama kabay qoorta u gelin jireen ama xadhkaa lagu xidhi jiray marka waxaa la garan jiray inay hadyigaasi ama xoolahaasi u calaamadsan yihiin xaramka in lagu soo gowrici doono marka lama taabtaan bay ahaayeen damiirkani markaa wuxuu noqonayaa waxyaabihii ilaahay uu nagu arsaaqee bahiimatul ancaam ee xaramka lagu wadee la geynayeen xoolaha ahaa lakum fiiha manaaficu ilaa ajalin musamma manaafic baa ku leedahay dheef waa ka faa'idaysan kartaa manaaficda manfacadu waa dheefta ilaa waqtigii magacawnaa la gaadhayay ee la gowracayay marka siyaabaha loo intifaacsan kara waxaa ka mid ah in la sii fuulo oo dabcan aanu ibilu shaydaan geeli shaydaanka kugu noqonine aad fuusho oo wax lagu rarto oo ila masaafo dheer baa la soconayaa geeli xaramka lagu qalayay baa leeyahay laga faa'idaysta keenna maxaad u malaynaysa badownimaday ka mid tahay inaad aragto qof boqol halaad wado oo isaga iyo ka la socdee kurayga ahiba xiiqeen oo mid qura oo ka carbisanoo uu wax ku raranaya ama uu dusha ka fuulaya aanu jirin badownimaday ka mid tahay weliba inay aaminsan yihiin qofkaasi inuu yahay qof manaxaan ah oo xoolo seega hadduu xoolaha fuulo ama rarto neefkaa xoogga weyn hadduu dusha ka baxo waxay ama hashii irmaanaydba weliba hadduu fuulo khalaas kala dhinte waxay kuleeyihin geelii u ceebeeyey kaasi meel buu kaga dhacay marka ibnu shaydaan buu kaa noqonaya geel aan laga faa'idaysanayn la rarayn oo aan la fuulayn oo gaadiid laga dhiganayn manaaficda waxaa ka mid a caanihii lasii maalo oo dee qaar irmaan baa la gowrici karaa oo si aynu inagu u naqaano irmaanka in la gowraco agteenna waa mamnuuc soo maaha hermiguu ku qabsanaya haddaad xabad irmaan gowracdo dee wuxuunay doonayaan inay xooluhu dhaqmaan waxaa ka mid a in neefkii dhasho laga faa'idaysan karo
هذه هديجن كحيسه مد ودلاده وتكفي ديسن كرتا waxa kamida suufkiisa suuf aad u badan bay xoolaha qarkood yeeshaano xarka laga sameeyo oo dhar laga sameeyo waxa soo dhani waa manaaficda uu leeyahay intii aan la gowracin thumma mahilluha ila albayt alatiq meesha uu ku xalaalobayo ee lagu gowracayo waa gurigi qadiimka ah marka hadaba aynu eegno xoolaha halka lagu qalayo waxa weeyaan waa maka iyo mina iyo xaramka dhexdiisa intan xuduudan xaramka xuduudda xaramkuna way ka baxsan tahay mako xaramku ka ballaaran yahay maka makina dabcan xaramka de way ka sii ballaarantay masjidkuna kacbada uu ka sii ballaaran yahay oo midiba mid buda ku sii dhex jira halka lagu qalayaa ma aha beytka dhexdiisa في البيت العتيق ده انت حوله لا سو قادو غريغا كعبده دخديسه لغو ما قلايه هدانا قران و هو شيغاي البيت العتيق ايو شيغاي هدي بالغ الكعبه سايدا كلب الهي هو هدي غاريه كعبده معنيه مركا و هو ويه علماء ليهين كفسريان وا اسكو ميدون اسكو حكم بالي قادنيان كعبدي يا حرمكي انا دي مشه لغو قلايا حرمكي اي تهي ilaahayna kaacbadii uu sheegay taa macnaheedu waxa weeye isku qaloon bay noqonayaan iyo isku xurmo xaramkii kaacbadu wixii ay kaacbadu leedahay xaramkuna uu leeyahay waa meelaha ay ka faa'iideystaan marka fuqahaada qayb ka mid yihiin boqolka kun ee salaadood salaadad ku tukato xaramka hadii ajrigeedu boqol kun uu yahay xaramka taad ku tukatana waa boqol kun waayo isku xukun buu ilaahay siiyay halka سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلهي ذا حمان كوفنا بمحمد كقورة قليي مسجد الحرام مسجد الحرام كما قورة قليي بيت أمهاني وكعب هذا أكتيرا أما مسجد الحرام ككله أيا نبي قال لك قورة قليي تاسنوا الدليل لذن بكمت وحي حرام كله يبي كعبادنا الله هذا هديت هاي أجري هديت هاي حرمه يلها ساعة مارت ثم محلها إلى البيت العتيق وحي شيغي ساهد هدي غان استغا هدي غي وحوله واجب كاين لا قلو يا كوي سنها ميد كستوا هاته ان ان لغو قلي كرين ميل كبحسن حرم هدي هلكا مركا اد جوجتو اد فيديو دو وخ كوغو واجبان لي كوغو واجبان اد قشو اما هدي غي تمتع اي هدي غي قران اي دي قيبها حج حالدها قار كود خول لا قلي هدي اد تلاحد دي حقيني بابا كبوسارد بدنيده سعودي جوابا لقول لك سيني هاي سا تذكر قاركود سكوكا عيا حقي اني بان جينو ما يمشي هذا تا سعون ما يسو مساكين تحرم كالا لا دونيا ان الكالاغو قالو ولا قفا يريس وحيا بها انو غمو قنا يو حكم اذا ايات كان حجكو انو يا هاي وحيا بها لقو ظهار قاتو ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نبي قلنا وحول صلى الله عليه وسلم سقط ظهر ذاك والرمي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه حديث كي صحيحة قفكو انتو حتى هدي آنو لا إيمانين دنبي إي حرام تلو ديري دنبي قوحو كان لقونا يا سيدي مالين تي هو يدي أي دشا وكلا حجكو أقوالي أفعال ماها لكن واشي لدونا يأنو انتا كرنا يرادو قفك أو عقيدهان وآمنة وحنين ويها وحلها يكدون أيو وحلا ينقدون يا ثوابك وين لقوها ليا ماها مأمورون إلا السمايو لكن سيدا الشيء قال لقو فراي أدو السماينا سأوقف فقو وحل لقو ديرينا أيك مر والبا قران كل بضع سوء سراعنا يا حنفاء لله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به مأمورات كيا من هيات كيا بس تبص على دين تجبي جاد وبوا وحلا قفري يا وحلا جود ديني الله بضع وأنا سيدو دو ذا دقن جريس كبت بعد ما يصير هذا مد قرا مد قرا السمايس الشرك والكذب قرينان فوائد كي كم تفاد الأفراد قال لماذا يبي أنت يا صاحب ولي قال قال يكو شجاني رون لو ياي أنا عدال الله يه وربنت هذا الله نوش شجع بعد
وآية إلهي وحلي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول زور. قال لماذا أنا إسكيل عليا هذا الكدم بقى بانت أنا إسكيل عليا هذا الكفر وكلمة الكفر وقول زور كأوينوي هذا الكأوينوي وحا أين كفى إذا استنينا هلكا الإقبال على الله والميل إلى الشرك به لا يجتمعان إن هذه الله هنا عابده ونشريق يشو وحكا لا عابده ما إسقبنا إياه عبادة هذا أما إلهي بأي لنا أما عدك رأي لنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك عد وحلو وذاتية أنا أقني سنبو لهي أنا وحديث القصي صحيحة أنا عدك رأي عد وحلو وذاتية تركته هو شرك شرك جسيس سجوار وقت جاية ولي بان للو ذاتين كرين نبي بان للو ذاتين كرين ملك بان للو ذاتين كرين قبيلة ند للو ذاتين كرين يا أبها إيه هو يدامتنا إن أتقول أرتال الذي إذا ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وحكى للداير دارتي يا لو الله يوم بالقول دارت عيد كلها كل فاقل مركا أرنت سنين لقوا برار وجوه مهم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قفنا الله بقلبي لما قلبي قاعد وأما إلهي بكوفه إليه كوه جاجية أما كهك لا تسكوك عن عيسو راعية مركا قلبي يقول إلهي صافي وهذا بره بودانية وعن نسكو إن برايا شيء قال لي إذا هذا تعظيم الشعائر وح وينين كرؤون امرؤ تقي صحيح الإيمان استا إلهي إن برايا قفك قلبي جيس الله كعبس وكشرا الله كعبسه وشيء لرجل يقف قاوحي لا فرينا كل الرجال يوحي كلنا وديدة وتقوى ها هنا حرمت الله كعبس جنا النبي جوحي ناقوش يا صلى الله عليه وسلم هنا قلبي هتاعي قلبي وقفك وعاب فما القبه الله كعبس يقول لي كو كحن وصنا يا أنا ما وكوس خوذا أنا وكر انتكار كسوا كجبت مصلحة الدين تنا إسلامك يعني بني آدم كداف إلى هاي وسود الشيء دنت تدك كش قيس الدين والدين تي تدك أنا ليسكو خوخين يبو دليل كنا عطينا يا دين تاني لهاي وحو كان يبغى مصلحة بني آدم كذا إن حقيقي صلا وح كلا قدي ماها مصلحة الله وح حقيقي كرامته حاله لو قل يا إلهي أي حرم كلا جوسي وذي أي وحو لكم يا الجارة هندي وقف في ذيست لقوا ما أورانها تابن هو إلهي بالله وضعه سيدي أورن شيرين نمان كجالدو البحيرة والصائبة والوصيلة وحيران شيران هؤلاء واننا السلام بياشاس أي الله وضعه بركة مصلحة ضدك أي دين توديك سألها ينقف والله أعلم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين نكبل هذا آيات أفري صدن كم إذا سورة الحج قال الله تعالى إلهي وحد ولكل أمة أمتك استبد جعلنا من سكن قوة كعبة هذا استان بان أجديني ليذكر اسم الله سيئي مقع إلهي قورعان على ما رزقهم وحي أسيي ومن بهيمة الأنعام نعم وليد ما يدضع فإلهكم إله واحد إلهي نوامتك لي الله فله أسلموا إساقون أهقان سمو يسوديبا وبشر المخبتين وبشارات ذاتك إلهي كعب صلاة الذين كواسوا إذا ذكر الله وجلت قلوبه مرك إلهي لحسين لحسوسيه قلبي قوة عب صلاة والصابرين أبانا مانا يكوا حجسنا يكوا أتقيستا على ما أصابهم وحي كدع يكوا هبسدا والمقيم الصلاة كوا حنا مانا يكوا صلاة دعوه ومما رزقناهم ينفقون وحن سينين وحك بحية والبدن جعلناها لكم قالي إذن كأيان وإذن أبورنان وإذن سخر نبا إلهي ومن شعائر الله إيقا وكم إذا أستامها حجك يدين تإلهي حولها لكم فيها خير خير با إذن كتر إنا قور عدان وألو قدواتان فاذكروا اسم الله عليها مقع إلهي كو قور عمرك قور عيسى صواف إيادو السدح الدين كتاقن فإذا وجبت جنوبها لنعيده يذو مركي للك ودعا النافك ودعوه فكلوا منها وحكعونا
وأدعموا وحكسي القانعة قفك إسكا أفكابنا دتك وحبا ويدي سنين والمعتر يكهرو صفر ليا صوب حي أيدي بلا أما يشبوشين أيا كذلك سخرناها لكم سيدا سانو إذن كسالني لعلكم تشكرون السياء إلهي وقم هذا غلان سبحانه وتعالى لن ينال الله إلهي مقاري لحومها ولا دماؤها هلب كذا يدي جيد حولها إلهي مقاري ولكن يراله وحقاري التقوى منك الله كعبس حقي نكي ما دا إلهي قدوما كذلك سيدا أساس خرها لكم إلهي وذن كفذ ذي لتكبروا الله سياء إلهي أوي نيسان على ما هداكم حبكي وإذن هنوني إذن كو هنوني وبشر المحسنين نبي محمد صلى الله عليه وسلم فراياش أبو شاري إن الله يدافع إلهي وحق دفاعي يا عدو وكرد عنايا عن الذين آمنوا ضدك ألرهم إن الله لا يحب إلهي متشعلا كل خوان كفور مد خيامة بدن وقالمة بدن عبادة أي نقودنا ما أهم إذن نقا إنك بلابنت لكن سوى الشرين بها هيدو إلهي هو السوى عابد الشرين أوليدي سوى السوى عابد الشرين أنبياء إيا صالحين ونبي الله إبراهيم عليه السلام دمركي وكعبة دار السي إساقبا وحد تسيي ملائكت ملائكتا بأي قبا هاكوي تسيي وأرنا مناسكنا مركو لها إلهي قوابها نكو عبادة سنة إننا تسي حجك إيا عمرضا ملائكتا تسيي نبي إبراهيم وإلا عرفا ودهي وصوت السيد الكورن إساقنا أمدي سيبا صداك له وحجك تسيي لعبادة استي إلى قياب الساعة نبي الله عيسى عليه السلام أيا إساقنا كو عبادة سندونا عبادة ذن حجكو واسو جرين سي جري دونت سدا وشاغي رسولك صلى الله عليه وسلم امض والبا منسك بانو سمي منسك منسك و وحنا نكون كرا مستر نو نكون كرا ظرف مكاني نو نكون كرا منسك يا منسك لبدا ولا اخري معنا غوباي كو عبادايستان سدا يم كبا حرم كا ميلنا ودوافسا ميلنا خولها او قريسان ميلنا عبادوينك او سو غودنيسا اما منسك حول الله قلو قربانا وإلهي لوغو دواده أما منسك عباده إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي صلاتي إذا هي قورعي لك قورعي ونسكي لفتيس إلهي لوغو دواني ملك أمضوا لبا هولها الله إذن فريوه إلا هيدو الله يقانو إلهي لواني يوكتلقى ذن شريه إذن كنا تي أم باوضانه تي هوشي هالكي كسي وضع طريقا إذن كما عصبا أرين أوقبا ما هي وأرين سو تراني ألا العابو دي تري أولياء دي لهاي هالكي مران كتبا مران سياي مركا ميشا لغو عبادة سنة يا إلهي يغو حسان وحولها يغو قلاح إلهي نوا إله كلية نعنى يدو حوية مركا وحلق قورع أيو رب كلية يوم بالو قورعه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سيدة الصلاة وقلت كان يسمى إلهي كليجي وقور عيس بركة التوحيد كي يوحو ربي سراعنا يا إيو قورعي وهدي إلى عذين عدك لن لو قورعه وبخت وما هو إلا لغير الله به حيا وحاران تاوحا كتر وحيان مقع إلهي مقعان هين لقو قورعه فله أسلم وبشر المخبتين إلهي أهو قان سما إلهي أهو قان سما وحكستين قبنا إنه عبادة إلهي بينه ولجدنا سبحانه وتعالى وعبادة ذا وحيابها لقوا أقبلوا حكم ذا إن إلهي أقونت إياك نعبد وإياك نستعين تبرك يا ذواك كلي جابن كعابدنا كلي جابن قرقارك ويدي سنين المخبت وحويان قفك للكيس أقل أن أفتاقين أن كبرين أن أسطرنا خامل كأه ee wuxuu qabanayay ba ilaahay uu iska dhisaya qofka iskaabinaya alla daraadiisu gaabinaya weey muxbitu sifooyinka ilaahay uu ka bixiyeena waa kuwan marka ilaahay xusayaan marka ilaahay la xuso qalbigooda cabsada ilaahay ba ku weyn qalbigooda ilaahay xuskiisu lama sahlana marka ilaahay la soo qaado cid kalena la soo qaado uma sinna agtooda
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إعراب قاره والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وأمدحوا حنمانا يا الصابرين والمقيم الصلاة وكو كصف روح هذه يتشارك دعاه قفك إنو إيمانك كرني هاي أستامه سوى حكم إذا إنو أتكيس إنو لا يوحي لهاي كو ابتلين أيو قف بإيمانك سنتو يا الله امتحان أبو النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاقه يا امتحانك إلى هاي مريا أولي ديس وحلقوا يا جاي الصبر كوضا مركا الصبراء جاء الشد وين بأوقاتان شرنضة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مركا هاي لا ونو يو كام صح من كار قال قال لقاته شرنضة الله قاته الصبر مركا الصبر كي عبادة أنا يكون صبريين عديدا بحين تيدي حولها أيسك صوت شريان يكون بحين يين يد يغضى عدو جاي وصبر يا دبكيس كل ذلك عذرك يا آفاتك أستامه هذا كم تين سلادنا أوجان وحيل هاي وسيين وحكب حيا ومما رزقناهم قرانك آد بوسع العلي أريا وحود الله ما يلا هذا وحلا يلا وحن سيب ولا هاي لا معناه ذو حلا من هذا السؤال كيم بدأ ما الله هنا أنا قاعد أنا كله استجنا لا أنت أنا يرد هاي سه مركان عستي ما وين وي عدي كل هاي ذو وحي أي كود يبتك تري وحكب حياتك وعليك waxa marka daba yaalo deyn laga faray marojiyo aad meel fariisato ila walkaagu waa caynkaas geeliba marka ilaahay uu ka hadlay budnigu waxa loo isticmaalaa inta badan geela budunna waa luqada waa jirtaa waxaan ka dhigay buuri shacaairta oo waa waxyaabo ilaahay loogu dhawaanayo xajka iyo cibaadada calaamad u ah ixtiraam iyo aadab mudan waxaan idin ka dhiga ana idin abuuray ba ilaahay khayr baan idin ku jira oo de halka waxaad u geynaysaa inuu ilaahay subxana wa taala kugu darajeeyo dambiga kugu dhaafo hadkana maalinta waxyaabaha ilaahay ajirgiisa qofka ugu badiyo waxa kamid ah inuu dhig badan daadiyo afdalul hajj al ajj wa thajj wa hasan hadith nabigu xulay sallallahu alayhi wasallam hajka waxa u fadli badan كوقفك تلبية هذا آخر يا لبيك اللهم لبيك ليك بدن أو داريو ونكرم يا رسول صلى الله عليه وسلم تلبية أنا استقعدتك تصالة وها بقول قيل أنا وقرا سقون قيل بود دريري نبى أيها هذا أنا مال أنت حجة الوداع بقول قيل قرا قرآن كوح نبرة يا إلهي عدو تعليمنا يا وي عجب بدن تهاي مرك حولها الله قال يا آداب توحكم إذا بسم الله إن لا إله waxa kamida in neefka la qalo isagoo sawaaf saddex hadin ku taagan wasiyaabaha ugu dhib yar ee neefka lagu gowrici karo tuluuda ama geela oo lugta bidix baa jeeniga bidix baa la xiraya jeeniga bidix ayaa la laabayaa saa loo xiraya marka qofka gowracaya horta faruurtana waa laga xiraya inta faruurta la xiro ayuu qofku dabadiisa ku soo xiraya faruurtiisana dabada ku soo xiraya dhinaca midig intuu ka laabo dhinaca midigna wuu iska taagayaa jeeniga bidixna uu ka xiraya keligiibaa gowracaya cid ugu imanayso waxaanaynu ku xiiqaynay inu ruquusayna neef kutladdan baa laga yaabaa inaanay neef gowrici karin toban nin intay isu yimaadaan innaga qofku intuu faruurta ka xidho dabada ugu xidho jeenigaana ka xidho buu dhinaca midig iska taagayaa dhagdhagdhagdhag wuu gowracaya neefkii dhinaca bidix buu dhacaya ilaan dhinacaagii uma soo dhacayo midigtaad ka taaganta isagii bidixdii buu dhacaya uu ka xidhnaa markaa way dhammaatayba haragunbaad ka saaraysa innagana toban qof baa isu imanayo oo digiya damtaas oo awrkaas inuu iyaga laayaa laga yaabo waa badownimada carabta qaarkoodna intay jeerigaa ka xidhaan ayuu dusha fuulaya markaasuu xaggan soo kee maraqsaarka ee aan idhaahda qoorta soo xigta ayuu fuulayaa wuu ku foorarsanaya halkaas uu ka gowracaya isagoo dusha ka saaran qoorta dusheeda fuushan ayuu xaggaa ka gowracayaa de xaggaasuu dhacaya khalaas waa tilmaan ilaahay uu naga siiyo aadaabta fiicanna weeye nebigu wuxuu gowracay dhowr iyo lixdan halaad buu gacantiisa ku gowracay nin xooga buu ahaa wadaad curuufa muahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin xooga buu ahaa markaa isagaa gowracay gacantiisa shariifka ah hadiga iyo odxiyada iyo waxay ilaahay loogu dhawaanayay qurbaanada qaaliga ah qofku inuu gacantiisa ku gowracaa fiican
gowracana waa in la bartaa aadaabta uu leeyahay iyo sharci ahaan. Nin baa maalin dhaweyd ila soo hadlaya, wuxuu neef baan gowracayo markii dambuumaan eego labada hunguriba ma goona, muxuu qabanayay markaa? Hadduu nin weyn neefkii dul yimoonu labadiiha hunguri gowracin, sidaasuunbuu u geliyay buu midiri, sida geela saas oo kale loo gelgeliyin buu u geliyay. Labadii hungurina waa dee neefkii waa bakhtiyay, khalaas. Waxaa la yidhaahda jahligu qofka wuu khasaariyaa, khasaarena wuu leeyahay, naftiisana wuu dilayaa, dhaqaalihiisana wuu dilayaa jahli. Aadaabtaasu ilaahayna baray marka ay dhinaceedu dhacda, dee dhinacu buu dhacayaa neefka. Markaa idinku cuna waa cunitaankii sunnaha ahaa qofka qaanic iyo muctar. Qaanicu waa qofka iska mutacafifka ahayn, su-aasha u baxayn, iska xishoonaya laakiin baahan. Muctarkuna amaha ku su-aalaa mayuu ku su-aalayne, waa qofiisa soo taagayo ana haa hunaa wey ana way kan. Nin weyn markuu wax doonaya wuu sara joogsadaa, markaa waa mid sara joogsadayo. Casrigan waxaanu nahay horuu soo fadhiyaa wuu qadiman yahay, marka wuu soo qadiman yahay ama wax isiiya buu ka odhanaya ama waabuu ismuujinaya. Muctarkana wuu xishoonaya, labadaba wax ka siiyaba ilah idinkuna wax ka cuna. Anaa idiin sakhireyda ilahay uhe ku mahadnaqa, haa haddaanu inoo sakhiri lahay maba inaan agmarneenba. Neefka intaas awooddiisu ay tahay, hadduu ogaaday in la gowracayoon laynoo sakhiri lahayn, midna xagga hore wuu ku laadi lahaa, midna xagga dambe, midna wuu qaniini lahaa, warkaasi waa dhammaada. Carabtu waxyaabaha ay samayn jireen waxaa ka mid a waa sababta aayaddu ku soo degtee, had iyo jeer marka ay sanamyadooda xoolaha u qalayaan dhiiggay soo qaadayaan, markaasaa sanamka lagu casaynayaa, wasladan haalo waa la soo googoonaya, waa la hordhigaya, waxa la leeyahay barakee, bal intaanaan dubanin ama karsanin noo barakee. Markaa ilaahay dadka wuxuu u sheegayaa inaan ilaahay loola iman wixii sanamka loola tegi jiray, dhiig la mariyo iyo hilib iyo waxaa ilaahay loola iman maayo. Maxaa ilaahay loola imanayaa? Lan yanaala allaha luxuumuhaa walaa dimaauhaa walaakin yanaaluhu taqwaa min, dhiiggeedi iyo hilibkeedu ilaahay ma gaadho, ma baahde, maba baahna. Laakiin alla ka cabsi, waxaa lagu eegayaa inaad ka cabsatood addoon inaad u noqoto ogolaati. In kale anaa idiin sakhiray si ay ilaahay u weynaysaan, habku calaa maa hadaakum, habku idiin hanuuyay. Allahu akbarta isagaayna baray, sidaynu weynaynayna isagaayna baray, sidaynu caabudayna isagaayna baray. Marka macnaheedu waxa weeye sidaa uu na baray uu nabiga soo baro, isnayna sii baron baynu caabudayna. Wixii kale aan ku dardartaa sax maaha. Kayfiyaday ka hadlaysa dadka muxsiniinta u bushaareh ixsaan, wax lagu ixsaan sameeya waxa kow ka ah cibaadada ilaahay caabudaysa subxaanahu wa tacaala. Alixsaan fi lcibaada, markuu nebi maxamed casharada u dhigayay malakul jibriil iyadoo asxaabtuna la joogaan, arkaanul iimaanku u akhriyo, arkaanu islaamku u akhriyo, arkaanu ixsaanku u akhriyo, inaad ilaahay u caabuddo kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak. Marka cibaadada in lagu ixsaan sameeyo, dadkiina loo ixsaan sameeyo, xidhiidhkiina la wanaajiyo. Markuu sidaa uga soo waramay Rabbi muqadasaadkii iyo cibaadadii iyo caqiidadii wanaagsanayd iyo tawxiidkii saafiga ahaa, wuxuu ku xigsiyo jihaadkii. Ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu, ina allaha laa yuxibu kula khawaanin kafuur, udiina liladiina yuqaataluuna. Wisraacsanta ilaahay baa awliyadiisa difaacaya mu'miniinta ah, waayo ilaahay ma jecla ka khiyaamada badan ee gaalnimada badan. marka macnaheedu waxa weeye, kolkaynu dib ugu noqonno aayaad kastaa horaba aynu u soo ishaarnay, waxa ilaahay uu nagu arsaaqay ayuu wax inaga weydiiyey. Xoolaha quuroo bixiya baa layidhi, halkaa geeya. Markaad ilaahay ka tala qaadato deeqsi baad noqoto, waxaad mutaysatay in ilaahay uu kuu kordhinayaa subxaanahu wa tacaala. Awliyada ilaahay sifaad bay leeyihiin, sifaadka ayaynaan seegin. Sifaadka maxaa loogu sheegaa qur-aanka? Ilaa qoladay yihiin iyo magacyadooda midna lama sheegay. Sifaad buu qur-aanku sheegaa, muxsiniin iyo mutaqiin iyo saabiriin. Intaasoo dhan waxaa loo sheegay inaynu inagu ku sifowno oo aynu qaadano si aynu ammaantan u helo. Waxaad arkaysaa aayaadka ilaahay inuu ku soo celcelinayo subxaanahu wa tacaala bisinka. Markaa bisinku shayga la gowracayo waa waajib. Culimadu way isku khilaafeen, laakiin qowlkay u badan yahay waxa weeye inuu waajib yahay. Haddii laga tago waajibka isaga ah, qayb baa qabta culimada inuu neefkuba bakhtiyay. Waa aayad wal iyo xadiid walo la soo xusayo gowraca ka warramayaba bisinku xusayaa.
qayb ka midna waxay leeyihin haddii qofku bisinkii uu uga tago ilow neefkaasi wuu iska birsol buu noqonayaayo dee waa la cudur daaraya laakiin hadduu ogaan uga tago waxa uu noqonaya neefkaasi bakhti qayb ka midna sunnay ku tegeen laakiin muhiimaddu bisinku leeyahay dee intee waa aayadood baa markaa dib u eegto wayadkuru isma allaahi fii ayaamin macluumaat liyadkuru isma allaahi calaa maa razaqahu min bahiimati lancaam fadkuru isma allaahi calayha sawaaf waa soo noqnoqonayaa ereygaasi taqwadu doorkay leedahay iyo qiimaheeda ayaa iyagana aayaadka aynu ka arkaynaa sidaa ilaahay una baraya subxaana wa tacaala oo xajkaba waxyaabaha ee qiimaha u yaala waxaa ka mid a alla kacabsiga xidhiidhka aayaadkan soo socda ee ilaahay sidaa addoommaha u difaacaya inay iyaguna u difaacaan muqadasaadkooda ilaahay wuxuu u sheegay addoommaha ugu bushaareeyey inuu isagu awliyadiisa difaacayo cadowguna uu duulimaad ku yahay iyaga iyo muqadasaadkoodaba marka aayaadku waxaa ku sii xiga faritaankii ilaahay uu faray jihaadka macnaheedu waxa weeye islaaxii daakhiliga ahaa waa samaysteen gudihii iska hagaajise laakiin haddaydaan dabadda hagaajinin oo duulimaadku sidii u soconayo idinka iyo muqadasaadkiinaba waa laydin dulmarayaa markaasaa ilaahay uu fasax siiyey dadkii awliyadiisa ahaa si ay isu difaaci lahaayeen alislaaxu daakhili yastalzim alislaax alkhaariji markaad gudahaaga hagaajiso waa inaad dabaddana waa inaan lagu soo haweysanin xarbul istibaaq waa inaad samaysaa cadowga kusoo maagan waanaad ka warhaysaa halkiisa kaga hortagta haddii kale masjid iyo meel lagu cibaadaystaba waa lagaa qabsanaya cibaadadana waa lagu diidayaa ilaahayna lagu ogolaan maayo cibaadadiisa inaad xor u noqoto ma sababta aayaadkan jihaadkii ay isugu xidhiirsan yihiin iyo aayaadkan cibaadadii xajka waramaya wallahu aclam.